إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات إلهي تواصلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتودرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشي في قرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشي عتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انسين وجناتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي.